اعتقد ان الحوار بين الطرفين يعني سيدور في تحليل ما يجري، ما جرى وما يجري، والجميع الطرفين متاكدين ان ايران ستسير نحو التصعيد. وهذا التصعيد طبعا نوعا لا احد يعلم به، هل ايران ستنتج سلاحا نوويا في هذه المرحله؟ هذا التحدي مختلف. هل اسرائيل ستهاجم ايران؟ وكذلك هناك انباء عن وصول مسيرات يتهم شمال العراق انها انطلقت منه وضربت بعض المواضع النوويه الايرانيه ضربات دقيقه وقويه. هل ان هذه استراتيجيه ستحد بامكانات ايران النوويه وبالتالي تفقد ايران اهم مخالبها للمناكفه؟ هذه المواضيع وتطور الملف الايراني او امكانيه ردعه او تفكيكه كلها ستؤثر على مستقبل وقوه ايران التفاوضيه والسياسيه والتعبويه لنقول. وبالتالي هناك ضبابيه في الموقف تجبر كل الاطراف المناوئه الى ايران ان تقف مراقبه لهذه التطورات. فانا اعتقد سوف تتم عمليه مراجعه، ولكن من حيث الاستراتيجيات انا اعتقد هناك مزيد من التنسيق بين الحكومه العراقيه والولايات المتحده الامريكيه للحد من نفوذ ايران وتصرفها وتوغلها في الداخل، وهذا ما قد يرسم له في هذه الزياره لتاسيس استراتيجيه ولو قصيره المدى لمعالجه التطورات ولترقب ما هي التطورات الاكبر على صعيد الملف النووي. طيب